السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. القراءة والكتابة. Today we will start the third part of القراءة الواضحة. آج ہم لوگ القراءة الواضحة کی تیسری جلد شروع کر رہے ہیں اور اس کا انگلش اور اردو ٹرانسلیشن کریں گے. So today we have a first chapter from the third part of القراءة الواضحة. The name of the first chapter القراءة والكتابة. القراءة والكتابة means reading and writing. لکھنا اور پڑھنا. الكتابة لکھنا, القراءة پڑھنا. ماجد حضر في الفصل. ماجد کلاس میں حاضر ہوا. ماجد حضر في الفصل. ماجد attended the class. وأحضر معه كتابه وجلس إلى مكتبه. أحضر معه لانا اور لایا اپنے ساتھ کتابه اس کی کتاب یعنی وہ اپنی کتاب. وجلس الى مكتبه اور اپنی جگہ پر بیٹھ گیا, میز پر بیٹھ گیا. انگلش میں کہیں گے واحضر معه كتابه وجلس الى مكتبه. He brought his book with him and sat at his desk. مكتبه, desk means place. حان موعد الدرس. کلاس کا وقت شروع ہو گیا. The time of his class has started. حان موعد الدرس. کلاس کا وقت شروع ہو گیا. موعد مطلب timing. The time for class has started. ودق الجرس. دق الجرس means گھنٹی بجائی گئی, مجھول ہے. So we will say the bell rang. دق الجرس. وحضر المعلم في الفصل. اور معلم یعنی استاز کلاس میں حاضر ہوئے. حضر المعلم في الفصل. The teacher entered the class. Or we can say the teacher came in the class. في الفصل. وجلس على كرسي. And اور کرسی پر بیٹھے. وجلس على كرسي امام الطلبتي. بچوں کے سامنے کرسی پر بیٹھے. جلس مطلب بیٹھنا, to sit. And sat on chair before the students. Sat on a chair. جلس على كرسي before or in front of the students. امام الطلبتي, in front of the students. فتح دفتر الحضور اور حاضری کے رجسٹر کو کھولا, جس سے حاضری لیتے ہیں. دفتر الحضور مطلب وہی حاضری والا رجسٹر. So we can translate in English, open the attendance book. Open the attendance book. دفتر الحضور, attendance book. ونادى على اسماء الطلبة وكتب الحضور. نادى ينادي مطلب بلانا. اور بچوں کے ناموں کو بلایا. اسماء الطلبة مطلب ہو گیا بچوں کے ناموں کو بلایا. وكتب الحضور اور ان کی حاضری کو لکھا. Call the names of the students. نادى على اسماء الطلبة. Call the name of the students. وكتب الحضور. And wrote down the attendance. كتب الحضور مطلب وہی حاضری کو لکھا کون کون حاضر تھا. فتح ماجد كتابه. ماجد نے اپنی کتاب کھولی. ماجد opened his book. وبدأ قراءة الدرس اور پڑھنے لگا. بدأ قراءة الدرس and started studying the lesson. ماجد opened his book and began reading. We can say also the begin, he began reading. بدأ قراءة الدرس, پڑھنے لگا. فأخطأ في النطق. أخطأ يخطئ مطلب غلطی کرنا. في النطق بولنے میں اس نے غلطی کی. He made a mistake in his pronunciation. فأخطأ في النطق بولنے میں غلطی کی. He made a mistake in pronunciation. نبهه المعلم على خطئه. نبه ينبه مطلب تنبیہ کرنا. استاذ نے اس کو اس کی غلطی پر متنبہ کیا. The teacher pointed out his mistake. نبهه المعلم على خطئه کہ آپ یہاں پہ غلط پڑھ رہے ہیں. ونطق الكلمة نطقا صحيحا. And he spoke the word correctly. نطقا صحيحا مطلب اور انہوں نے یعنی استاد نے جملے کو صحیح پڑھا. نطق الكلمة نطقا صحيحا بالکل صحیح پڑھا. ونطق الكلمة نطقا صحيحا and he pronounced the word correctly. نطقا صحيحا مطلب بالکل صحیح ادائیگی کی. فاستمع ماجد وزملاؤه الى نطقه. تو ماجد اور اس کے ساتھیوں نے ادائیگی کو, لفظ کی ادائیگی کو غور سے سنا. استمع يستمع مطلب بہت غور سے سننا. فاستمع ماجد وزملاؤه الى نطقه. ماجد and his colleagues listen the word. استمع الى نطقه. Listen the pronunciation. ونطقوا and they spoke. نطق ينطق مطلب بولنا.
الكلمة the word مرة ثانية، اور ان لوگوں نے اس لفظ کو دوبارہ پڑھا، نطقوا مطلب بولا، وحاكوا اسلوب المعلم فكان نطقهم نطقا صحيحا في هذه المرة. وحاكوا اسلوب المعلم، اور انہوں نے استاد کے طریقے کو کاپی کیا، حاکا یحاکی مطلب کاپی کرنا، نطقوا الكلمة مرة ثانية، اور دوسری مرتبہ جملے کو صحیح بولا، نطقوا and they spoke the word second time and وحاكوا اسلوب المعلم and copied the pattern of teacher. وحاكوا اسلوب المعلم and they copied the pattern of teacher. اسلوب المعلم the pattern of teacher. فكان نطقهم صحيحا في هذه المرة. So their pronunciation was correct for this time. اب ان کا اس بار ان کا جو ان کی جو ادائیگی تھی وہ بالکل صحیح تھی. فکان نطقهم صحیحا فی هذه المرہ and this time their pronunciation was correct. حاکا یحاکی مطلب انگلش میں کہتا ہے to imitate، copy کرنا، کسی کو نقل کرنا. he imitated the pattern of teacher. pattern مطلب وہی اسلوب المعلم، جس طریقے سے ٹیچر ادا کر. فکان نطقهم صحیحا فی هذه المرہ، اس بار ان کی ادائیگی بالکل صحیح ہے. تقدم المعلم فی الدرس، استاد درس میں آگے بڑھا، یعنی کہ آگے پڑھانے لگے. the teacher proceeded in the lesson. proceed مطلب آگے بڑھنا. المعلم the teacher فی الدرس in the lesson، lesson میں teacher آگے بڑھا. the teacher proceeded the lesson. ونطق الکلمات الجدیدہ، اور نئے نئے جملوں کو، نئے نئے ورڈ کو بولا. ونطق الکلمات الجدیدہ and spoke new words. نطق الکلمات الجدیدہ وشرح معناها، اور ان کے معانی کو کی وضاحت کی. and explained their meaning وشرح معناها وقرأ الجمل، اور جملوں کو پڑھا. and read the sentence وترجمها الى اللغة الوطنية، اور اس کو وطنی زبان میں translate کیا. and translated in the national language وترجمها الى اللغة الوطنية. ماجد وزملاؤه استمعوا ونطقوا وقرأوا وفهموا وانتهى الدرس. ماجد اور اس کے ساتھی غور سے سنے، نطقوا بولے، وقرأوا پڑھے اور سمجھے، وفهموا اور وہ لوگ سمجھے، وانتهى الدرس اور درس مکمل ہو گیا. ماجد اینڈ ہز کلیگز، ماجد اینڈ ہز کلیگز استمعوا لسنڈ، اسپوک نطقوا اسپوک، دے اسپوک، وقرأوا دے ریڈ، اینڈ دے انڈرسٹوڈ، وفهموا وانتهى الدرس. And the lesson is over. انتهى الدرس مطلب سبق ختم ہو گیا. The lesson has ended. رجع ماجد الى بيته، ماجد اپنے گھر لوٹ گیا. وراجع الدرس and review the lesson. راجع يراجع مطلب review کرنا، دوبارہ سے پڑھنا. نظر في الكتاب وقرأ الجمل and looked at the book. look at the book، کتاب میں دیکھا. وقرأ الجمل and read the sentence. وحاك المعلم and imitate the teacher. وحاك المعلم في القراءة in the reading والنطق and speaking، اور بولنے میں اور پڑھنے میں استاد کو کاپی کیا، مطلب ان کے اسلوب کو جیسا انہوں نے پڑھایا اس طریقے سے اس کو کاپی کیا، دہرایا. وحاك المعلم، وحاك المعلم في القراءة والنطق، اور copied the teacher in reading and speaking. ثم اخذ القلم and then he took the pen. في القلم لیا، ثم اخذ القلم وكتب التمرينات and wrote the exercise. تمرینات کا مطلب ایکسرسائز، اور تمرینات لکھا، ایکسرسائز لکھا. ثم نادى اخته فاطمه، پھر اس نے اپنی بہن فاطمہ کو بلایا. then he called his sister فاطمہ وقال انا راجعت الدرس اليوم وكتبت التمرينات، آج میں نے اپنا سبق دہرا لیا ہے اور مشق کو لکھ لیا ہے. today I reviewed my lesson and wrote the exercise التمرينات exercise. متى تراجعين درسك، تم کب اپنا سبق دہراؤ گی. متى تراجعين درسك، when will you review your lesson، when you will repeat your lesson، کب اپنا سبق دہراؤ گی، کب پڑھو گی. اجابت فاطمہ، فاطمہ نے جواب دیا. answered فاطمہ انا اراجع الدرس، میں اپنا سبق دہرا رہی ہوں. I am reviewing my lesson واتم الواجبات المدرسية بعد قليل، and after some time I will complete the homework. الواجبات المدرسية مطلب homework جو گھر پہ ملتا ہے آپ کو. واتم الواجبات، اور میں اپنے مدرسے کے کام کو پورا کروں گی. وقال ماجد، ماجد نے کہا. تعالی یا فاطمہ انتقی معی هذه الكلمات، کم او فاطمہ، فاطمہ
आओ इंतकी मेरे साथ बोलो, इंतकी मई मेरे साथ बोलो इन कलिमात को, इन जुम इन वर्ड्स को। तआले या फातिमा, आओ ए फातिमा इंतक इंतकी बोलो मई मेरे साथ हदिहिल कलिमात इन वर्ड्स को। सो इंग्लिश में कहेंगे तआले कम ओ फातिमा स्पीक विद मी दीज वर्ड्स। لأن النطق صعب، كيوكي بول أدايجي مشكلة، لأن النطق صعب، لأن النطق صعب، كيوكي أدايجي مشكلة، because the pronunciation is difficult. قالت فاطمة، فاطمة نكها أنت انتق أولا، فهلي تم بولو، أنت انتق أولا، فهلي تم بولو، you speak first، وأنا أنتق وراءك، और मैं तुम्हारे पीछे पीछे दोहराऊंगी। अंतिक और आ का मतलब तुम्हारे पीछे पीछे बोलूंगी, तुम्हारे पीछे पीछे दोहराऊंगी। फयसीर नुतकी सहीहन व जयीदन व अंतिक वराक एंड आई विल रिपीट आफ्टर यू। फयसीर नुतकी सहीहन व जयीदन, तो मेरी अदायगी अच्छी और सही हो जाएगी। देन माई प्रोनाउंसिएशन विल बी करेक्ट एंड फाइन। सो लाइक दिस वी हैव कंप्लीटेड द वेरी फर्स्ट चैप्टर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड टाइम, कीप इन टच विद माई चैनल। थैंक यू।